لقد أيدنا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، لأننا نعتبر أنه يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار. لقد اشتركت الجزائر في عملية المفاوضات بحسن نية وعملت بشكل وثيق مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل لقرار يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار ويؤثر حسب ما نأمل بشكل ملموس في الميدان. لقد أيدنا هذا النص لإعطاء الدبلوماسية فرصة بالتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على الشعب الفلسطيني